حكوا نفس الشيء، كلكم رح اطلع من هون يكون عندي رقمكم على تليفوني، كلكم رح يكون عندي نفس العلاقات، وكلكم رح تجوا لعندي رح امشي عندكم. اي كمان كلنا يعني كلنا ال 18؟ لا اكيد شو زي انت جاوبيني. اوكي بس دقيتيني مره ما رديت، بتدقي 3 و4 5 و10 12 و 20. لا انا اكثر، انا اصلا مش بدق يعني، ببعت مسج على الواتساب مثلا لو لقيت انه عملت. لا انا حتى بدق مصطفى، شو اذا انا والشخص الشخص قراب موسى، انه اذا دقيت له باي وقت بيرد. بس الواتساب يعني اول حاجه عشان ايه، بعدها بقول مثلا انت فاضي دلوقت، او اول ما تفضى مثلا احكيني محتاج عايزاك، تمام وحشتني مش عارفه ايه. انت ما بحب بس تلفي وتدوري ابدا. انا بلف وادور؟ ايه بقطف الموضوع، لان والله العظيم ما بقاش بحكي، ما بحكي خلص بكلف. عم نحكي جد على شو عم نزعل. اوكي صحيح. انت برج ايه؟ حمل. اه انا عمري ما اعرف الموضوع ده. حمل، عمري ما تعاملت مع حد حمل خالص، لا ولد ولا بنت. انت كمان تبع ابراج؟ جدا بعشق الابراج. طيب ما هلا ما فهمت شو صاير فيك، شو فيه؟ شو صاير بيه؟ انت شو صاير فيك؟ انا النهارده مودي مش حلو بس. عظيم. جاي تفضي كل هالمود علي انا. فضي؟ بحس حالي عملت شيء انا ما بعرف شو، هي عم تقولي لي انه عم تعاتبيني او شيء. لا 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 خلص. لا بدي اعرف. لا والله ما عملت حاجة. ما عملت؟ لا. خي؟ ولا هتعمل حاجة أصلا. خي؟ واو. اكيد اكيد يعني انت مش شخص ممكن يضايق حد او يزعل حد. لا عمرك اتسالت عليا، ولا عمرك رخمت عليا، ولا عمرك عملت لي وحش، ولا عمرك عملت لي تجاهل، حكى عندك بطريقه وحشه ليه؟ فاهم؟ ابدا. الله شو حلوين، مرقوا اربع خمسه فوق ورا بعضهم. شو صاير؟ قعدي شوي، رجع. اوكي سالت عليك ايه؟ رخمت عليك ايه؟ زنخت عليك ايه؟ بس تجاهلتك وين؟ وين شو بقول لك؟ عمرك ما عملت ده. عمرك ما عملت ده؟ بدك تتولدني ولا بدك تحكي؟ عبالك تتولدني؟ عبالك هودي العاب الاولاد الصغار يعني؟ نقعد نحذر بعضنا؟ في اسالك سؤال، مرة حدا زنخ عليك بحياتك؟ هيدي شو بكي؟ لا بجد بتكلم جد. انا عم بحكي جد. انا مش هطلع منك. في ألف حدا بيكون عم يتقبر عليك هلا برا. بتقتل عليك يعني. عارف يا مروان، انت شخص طبيعي زاد عن اللزوم، شخص يعني حلو، شخص يعني بجد يعني لازم تتفهم صح قوي، واللي فهمك صح عمره ما يقدر يخسرك بجد. من الاشخاص دي مهما عملت فيه، يعني لو جبت سكينه وقتلته ما يفهمكش غلط حبيبتي بجد. ليش بقى؟ بس لازم تتفهم صح، وعشان تتفهم صح لازم تتعامل معاك اكتر من مره، فاهم قصدي؟ وبره المجال كله فاهم، مناخيره شويه عاليه، فكله عايز معامله معينه وكده، عايز سياسه اكتر، فاهم قصدي؟ ايه بده رواق، بده هو ده الموضوع اللي عايز اوصله لك. عشان كده يعني عايزك اكتر. ان شاء الله خير.